اهلا بكل متابعي جريدة المصرية في كل مكان، معاكم نورهان جمال من محافظة الاسماعيلية، والنهاردة معانا ستات اسماعيلوية بمية راجل. ست اسماعيلوية اتعلمت وهوت شغل الجلود، بدأت تشوف يتعملوا ازاي وتجرب وتعمل وتبوظ وتعمل وتشغل وتبوظ، بوظت كتير قد ايه؟ كتير جدا. كتير جدا، بوظت كتير جدا، بس عشان تتعلم وتعمل لنفسها مهنة جديدة تحسن من دخلها وفي نفس الوقت تعبر بيها عن هويتها الإسماعيلوية وهويتها المصرية في كل المحافظات. أهلا بيكي يا دالي، اهلا وسهلا بحضرتك. عرف المشاهدين بيكي. انا داليا عثمان، انا موظفه في مديريه الزراعه. اتعلمت شغل الجلود من حوالي 3 سنين بالظبط كده. كان ايام كورونا، كانت الدنيا طبعا مقفله، وكانت حالتنا النفسيه كلنا كانت تحت الصفر. فانا حبيت ان انا اخرج من مود الاكتئاب اللي احنا فيه، في نفس الوقت ان انا عايزه برضو احسن من الدخل الوظيفه. فحبيت ان انا دخلت على النت، بقيت ادور عايزه اشوف اي حاجه ممكن تناسبني ان انا اعملها من بيتي، بحيث ان انا ما عنديش استعداد ان انا انزل بعد ما اروح من شغل. فكان الحمد لله كان توفيقي ان انا اتقابلت ببوست في اسم المبادره، فحبيت اعرف ايه المبادره دي. مبادرة ايه؟ مبادره الست المصريه، الست المصرية. دي بتاعت الاستاذه رحيمه الشريف. فانا تواصلت معاهم وسالتهم يعني المبادره دي بتعلم الستات ايه، وفوجئت لقيت فيها مجالات كتيره، فيها تفصيل، فيها عمال تراث، صابون، تعملي ديكوباج، ريزن الجلود. فالحمد لله انا اخر حاجه اللي انا تواصلت ليها ان انا عايزه اشتغل جلد طبيعي، فرغم ان هي يعني شغلانه صعبه جدا ومجهده جدا، بس في نفس الوقت فيها متعه رهيبه. تواصلت معاهم، اخدوا اسمي، بس قال لي هيبقى نظام الكورس هيبقى اونلاين عشان مفيش تجمعات. حولت المبلغ، لقيت الخامات اتبعتت لي. دفعت فلوس عشان تتعلمي؟ دفعت. ما هو لازم انا عشان اتعلم، لازم اصلي ان انا اتعلم مجاني مش هتاخدي كل اللي انت عايزاه، لكن لما انت تدفعي. وما كانش برضو عملت لنفسك مهنة وعوضتي الفلوس اللي دفعتيها طبعا. بالظبط كده، فاعتبرته كأنه ده أول بداية رأس المال للمشروع بتاعي. تمام. منها تمن الكورس كان تمن زهيد، بقية المبلغ كان تمن الخامات. اللي هي الأدوات، العدة بتاعتي، الصبغة، الأدوات اللي أنا بشتغل بيها كلها اتبعتت لي شحن. طب قولي لي بقى، انا شايفاكي عامله تمبلت فرعوني، وانت كنت شغاله شغل فرعوني كتير واتسحب منك. انت بتشتركي في معارض تراثنا؟ انا بقالي 3 سنين في معرض تراث. 3 سنين. ايه راي الاجانب في الشغل اللي بتاعنا؟ بصي انا هقول لحضرتك على حاجه، السنه دي كان في المعرض في نسبه اجانب فوق الوصف، نسبه اجانب عاليه جدا جدا جدا. فهم دول بصراحه هم كان دايما بيساوموا شغل الفرعوني. طب ما تيجي يعني اشرف لنا بس حته جلد، قول لنا بتصبغيها ازاي وبتعملي الحاجه دي ازاي. يلا بينا. يلا بينا. تاني. هي ورشتك هنا في البيت صح؟ انا ورشتي هنا في البيت. انا يعني ما حبيتش ان انا اطلع بره البيت، لان انا عارفه ان انا هرجع من شغلي مش هنزل. فقلت لا، انا طالما انا كده قاعده في بيتي، ورشتي في قلب اوضتي، ترابيزتي بعدتي بادواتي كلها معايا في قلب الاوضه، وقت ما احب ان انا عايزه اشتغل في اي وقت بقوم، مش عايزه اشتغل بقى انا قاعده في بيتي. تمام. دلوقتي انت بتجيبي الجلد، ورينا كده، انت بتجيبي الجلد بالشكل ده. بتجيبيه بالشكل ده. ده شكل الجلد قبل ما يتسبب. ده قبل ما يتسبب. قبل ما يتسبب. تمام. قولي لي بقى بتصبغيه ازاي، وعايزين لو ينفع تعملي لنا حته بالتملتس اللي انت بتعمليها. تمام. عملنا رسمه صغيره بحيث ان احنا نوري بس للساده المشاهدين انت بتصبغي ال. طب استاذن حضرتك بس اجيب البخاخ عشان اوري. أوكي. بس ازاي انا بنزل الرسم على الجلد. تمام. داليا من الستات الاصيله جدا اللي بتحب تزود دخلها، بتحب يعني بالرغم انها موظفه والشغل مش يعني الظروف الاقتصاديه بتحتاج اكتر من المرتب وبتزود دخل،
حبت تتعلم وتزود دخلها اكتر واكتر زي ما حضراتكم شايفين. بتعمل شغل يدوي، بتصنعه بايديها، بتكلفه وتبيعه، بتاخد الفرق وبتعمل لنفسها راس مال. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا كده هنشوف ازاي انا بنزل الرسمة الصغراني على لازم اقابل الجلد علشان الرسمة تنزل عليه. تمام. مثلا هناخد رسمة النبات، بحط هنا الورقة كده، ببدأ أمشي على التحديد بتاع الرسمة. زي ما حضراتكم كده شايفين معايا بالظبط، بنزل بيها بالقلم الرصاص، لأني أنا ما بستخدمش القلم الجاف نهائيا على الجلد لأن بيعلم وما بيطلعش، لكن الرصاص عادي سهل إن هو يتمسح. كل تفاصيل الرسمة بنزلها، اللي هي الحدود الاولانيه اللي في الأرض. التحديدات دي كلها، كل اللي في الرسم كله انا بنزله زي ما حضرتك شايفه كده يا اسامه نورهان معانا. شايفه حضرتك معايا؟ اوكي. هي انت بعد كده بتلونيها وبتحدديها؟ انا كده حددتها بعد ما نزلتها على من الورقه، نزلتها على الجلد، ببدا انا احدد بقى التحديدات ديت، بمشي بيها بقلم رصاص، بغوط الرسمه بحيث ان انا اخليها عالي وواطي، ببدا بقى ان انا الون بالالوان الاكريليك وابدا اصبغ الجلد. حلو قوي. في ساعات عميل بيقول لي لا انا مش عايز الوان، انا عايز لون الجلد نفسه، بلون الجلد محفوره. فانا ببدا ان انا بخليها برده انها تبقى الرسمه بارزه، وبخليها له بنفس اللون بتاع الجلد. في ناس تقول لك انا ما بحبش الالوان كتير في الجلد، انا عايزاها تكون حاجه سيمبل. يعني ده احنا بنقدر نقول ان احنا كده بنقدر نعمل تمبلت فرعوني على حسب الطلب، وعلى حسب الشكل اللي هو بيطلبه. يعني احنا يعني انا شايفه ان احنا هنا برده في تمبلت مختلفة واشكال فرعونية كبيرة وصغيرة. وفي غير كده انا كمان بجيب ساعات بجيب جلد من قلب اسكندرية، بيبقى في حاجة فيها تكنيك اسمه كبسة حراري، بتبقى قطعة الجلد بتبقى عليها، بتبقى زي قطعة حديد بتبقى مرسومة عليها الرسم الفرعوني، بتنزل بضغط سخونية معينة، بتنزل على الجلد، بتنزل للرسمة موجودة العالي والواطي وبارزة. دي ادواتك بقى؟ دي جزء من ادوات الورشة بتاعتي. جزء يعني احنا مطلعين جزء بس نشتغل بيه. لاني انا العده بتاعتي كتير جدا، فطبعا فيها يعني ادوات كتير جدا. دي الخيط بتاع الشنط بتاعتك وال ضغط الشنط؟ ده خيط ما بيجيبش، ما فيش منه متواجد في الاسماعيليه، انا بجيبه من هناك من باب الشعريه. كل ادواتي بجيبها يا اما من اسكندريه. بتبقى الاماكن اللي هي بتبقى في القاهره دي بتبقى الحاجه ارخص، لان انت بتجيبيها بالجمله، بتجيبيها ارخص كمان من هناك. بصي حضرتك، هو الحاجات الجلد مش متوفره في اسماعيليه نهائي، بتروحي تجيبيها من القاهره وتبداي تشتغلي بيها هنا. بتشتغلي بالطلب ولا انت ممكن تعملي اشكال انت مختلفه وتروجيها يبقى حاجه ليكي تعملي ليكي؟ انا بعمل شغل بالطلب حسب العميل بيطلبه. مثلا يبعت لي عميله بتطلب لي، تبعت لي شنطه موديل معين، تقول لي انا عايزاك التفاصيل الموديل ده. في مثلا بتطلب مني محافظ رجالي، بتقول لي انا عايزاكي تعملي محفظه لزوجي مثلا بالاسم، عايزاكي تعملي لي الصوره الشخصيه بتاعته، تبعت لي صورته. فانا بعمل حاجات بالطلب، لكن في انا الشغل اللي يخصني انا بعمله على مزاجي انا وعلى هوايتي انا. طب تعالي بينا بقى.
عرفينا ازاي عملتي المحفظة. يعني بصي دي كده، دي المحفظه دي بتبقى ليها قطعتين، القطع اللي هو القطعه الخارجيه الوش الخارجي دوت بتبداي تعملي الحاجات بعمل البرس. دي الحاجات دي انا بشتغل شغل ليزر برضو، شغل الليزر برضو بيعمل معانا شغل حلو قوي. وممكن انت اللي بتعملي شغل الليزر؟ لا انا ببعته، بتبعتي يعمل الليزر بالذات بتبعتيه بره، انما شغل الفرعوني انت اللي بتعمليه. وممكن اعمل شغل الفرعوني، عملته كتير جدا ليزر حلوة قوي. يعني انا عملت شغل يعني انا شايفه يعني ان في دي الشغل اللي هي البنت الافريقيه دي ليزر. فالليزر برضو طبعا لما دخل في الجلد، في شغل الجلد اداله رونق، والخطوه اللي جايه ان شاء الله هدخل الديكوباج في الجلد. وبتتكلف كام؟ لا هي التكلفه بتبقى حسب الحجم. مثلا البورتوفي، يعني مثلا البورتوفي دوت السعر بتاعه بيع 350. في حاجه مثلا زي كده بتتباع على 300. في مثلا جلد طبيعي، جلد طبيعي داخل وخارج، داخل وخارج جلد طبيعي. فدوت هو بيبقى حسب يعني مثلا شنطه زي دي، شنطه الهرمس دي بتروح تتجاب، دي بيجاب الموديل بتاعها من بره بقوله فات. يعني مثلا انا عامله الشنطه دي ببيعها ل 1200 جنيه، جلد داخلي بره وجوه، جلد اهو جلد طبيعي من جوه، البطانه بتاعتها جلد طبيعي. تعيش معاكي بقى مدى طويل، بسم الله ما شاء الله ربنا يدينا العمر. حاجه تتوارث من الاجيال. تتوارث يعني، دي ممكن يعني بنتي تتوارث الشنطه بتاعتي. ومثلا الشنطه دي برضو ليزر، اللي هو الشغل ده ليزر برضو داخل وخارج، برضو جلد طبيعي. تمام. تمام، حلو قوي. فانا كل شغلي كله انا ببطن بالجلد الطبيعي. طب انت بتحلمي بايه يا دليل؟ والله انا بحلم ان انا نسبه التسويق بتاعتي تعلى قوي، وده يعني فضل من ربنا، ربنا بس يكتب لنا كده ويوسع لنا رزقنا، وموضوع الجلد ينتشر في اسماعيليه. لاني برضو نفسك تعملي ماركه باسمك. عامل مركب؟ ماركه. انا عامله لوجو ليا بس. يعني عملتي لوجو بالفعل؟ بداتي عملت لوجو. طبعا عامله لوجو ليا بس، يعني مش على طول بستخدمه. ليه بقى؟ بصي اقول لحضرتك حاجه، في ساعات عميل يقول لك لا انا مش عايزه ايه تطبعي لي اللوجو بتاعك. فانا بدات ان انا الخطوه اللي انا عملتها في المعرض، ان انا بقيت اعمله ببواقي الجلد اللي عندي، بقيت اقصه على الشكل زي دوت، اقوم حاطه اللوجو بتاعي عليه. حلو. فانا يعني امنيه حياتي ان انا اتوسع في المشروع بتاعي، مشروع يكبر ويبقى في عندي انتشار. والحمد لله انا بدات ان انا انتشر برضو بفضل المعرض تراثنا، وبفضل برضو ارجع برضو لفضل المؤسسه مبادره الست المصريه ومبادره انتاج عريضي اعلني ببلاش بتاعه العالميه مها عجلان. كانت ليها الفضل انها برضو كانت اول خطوه تحطيني على اول درجه هنا في اسماعيليه، ان انا ابدا ان انا اتعرف عن طريق معارض البتاع ده. وقت كانت تمت معارض اللي هي بتاع سيدتي تبع القناه الرابعه، ما كانت القناه الرابعه المجلس القومي للمراه، كنت اول سنه اشترك فيها كان عن طريق مدام مها. والحمد لله كانت دي بدايه الانتشار ليا موجوده هنا في قلب اسماعيليه، وبدات ان انا بقى اطلع بره اسماعيليه كمان. متشكره ليك يا داليا، وبالتوفيق ليك يا رب في اللي جاي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني تبقي فاتحه محل وافرع كتير جدا باللوجو بتاعك والماركه بتاعتك، براند بتاعك. شكرا ليكي، وشكرا لكل متابعين جريده المصريه في كل مكان. كان معاكم نورهان جمال من محافظه الاسماعيليه.